طيب ما المطلوب، ما المطلوب استاذ وحيد؟ ارجوك سيدي بعيدا عن التوصيف، الجميع يعرف ما حصل واشكرك على هذا الاسهاب، لكن الان ما المطلوب من ابناء الطائفه العلويه؟ سمعتك في احد الفضائيات بحوار مع الاستاذ ميشيل كيلو، قلت بان يعني يجب على الجيش الحر دك قرى العلويين ما لم يتوقفوا عن تلك المجازر، وانت ابن الطائفه العلويه. ماذا تقول لابناء الطائفه الان العلويه؟ ما المطلوب منهم يا اخي؟ شاهدنا فيديو للرئيس الشبيحه مثل ما بيقولوا وهم لجان شعبيه ومدير وطنيه يتكلم بلهجه المنتصر، وبتعرفوا كيف بيتمنفخوا انت، يعني بيحكوا بدنا نقتلهم ويا اخي وهدول الخوني والكلام هذا اللي بيحكوا فيه. يعني اي خونه يا سيدي؟ اطفال بعمر الورود والزهور ذبحوا بالسكاكين، عن اي خيانه يتكلمون؟ خاطبهم انت، هم ابناء طائفتك يا استاذ وحيد، تفضل سيدي. والله انا اخجل عندما ارى ما رايت واشاهد ما شاهدتم جميعا. ليس هناك شيء يقال الا ان هذه المجموعه التي لا تزال ملتفه حول هذا النظام هي تربط مصيرها بمصير بشار الاسد. نعم. وفي رحيل بشار الاسد انا اجزم بان لن يبقى اثر في سوريا، لن هناك قوه في العالم تملك كنترول هؤلاء الناس الذي قتلت ابنائهم وهجرت نساء وهتكت اعراضهم وقطعت اوصال اطفالهم. ليس هناك احد ان يستطيع ان يكون ضامن لسقوط هذه هؤلاء الناس. هؤلاء سوريون بشر، هؤلاء طيب. لنا في سوريا، ولكن على ما يبدو الشبيحة ومن يتلفهم والمنتفين حول نظام بشار الأسد يعتبرون أنفسهم لا يزالون منزلين من مريخ آخر أو من كوكب آخر. لذلك أنا أعتقد بعد زوال هذا النظام كل من بقي حول هذا النظام سيذهب معه للكوكب. ليس هناك أحد يضمن، وأنا شخصيا الله أضمن. وعندما قلت وعلنا قلت أتمنى من القرى الداعمة لبشار الأسد أن تدك كما يدك جوبر وتدك ودارية، ليس كرهاً بالطائفة وليس كرهاً بالأقليم، لكن كان يؤدي أسافي فانا ليشعروا بألم هؤلاء الناس. نعم. الذين يحبون أولادهم. نحن الآن فقدنا الطائفة العلوية أكثر من 50,000 قتلوا كرمال بشار الأسد. لو هؤلاء كانوا شركاء في الثورة واستشهدوا في سبيل الثورة كنا خلصنا يا أستاذ وحيد، كنا خلصنا. يعني يعني تقول الآن سيدي بأن هناك أكثر من 50,000 الله أعلم قتيل أو شهيد قتلهم النظام، هم من أبناء الطائفة العلوية لا ندري كيف سقطوا يعني قتلى. لو أنهم انضموا مع هذه الثورة بهذه التضحيات وهذه الدماء لأصبحت سوريا دولة متقدمة وانتهينا من هذا النظام. يعني يا أخي ألا يدركون بأنه لا يمكن، من المستحيل إقامة دويلة علوية؟ سيطالهم يعني قد تحصل لهم سيارات مفخخة، استشهاديين، الناس الذين قتلت أبنائهم وبناتهم واغتصبوا يا سيدي لن يتركوهم بحالهم. يعني قل لي ما هي رسالتك لهم أرجوك، يعني اتصالك غير واضح بالنسبة لي في الاستديو، بدقيقة يعني بشكل سريع لو تكرمت أستاذ وحيد، ربما يسمعك أحد الصم منهم. يعني سمير كيلان وعمي أختصر كل ما أقوله بإثناء بسيطة، وقلتها سابقا عام 2005 هذه الجملة قلتها في كل المقابلات الصحفية وفي كل المقابلات صحفة الأسد استخدم الطائفة كوقود للوصول إلى السلطة. وبشار الأسد الآن وأعوانه وأسياده في إيران لجرور الطائفة إلى محرقة ستدفع ثمنها أجل قادمة لا تحمد عقباها ولا تبدأ سيخبأ. أشكرك أستاذ وحيد صقر.